السلام عليكم الناس الكل، شنحوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده وفي خير ونعمه الناس الكل. انا كيما العاده والعويد جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف عليكم ويعجبكم. اتبهرتي في شقان الفطر، شوف شنحضروا اليوم باللي كتب ربي، وهكم معايا حتيلو مصبح حتى للمغرب نكملوا دبارتنا وشوفوا شوف شنحضروا اليوم. وكيما العاده والعويد القضيه ما توفيش، واللي نبيتوا عليه نسفحوا عليه. اما اني اليوم قسمنا الحقيقه في الدار، الاولاد الداخل في الدار واني في الكوجينه. الكوجينه حبيت ننظفها شويه، ما كنت تعرفوا كالزيوته وكالقليان عاد، واني كوجينتي بيضه قال وسخه تظهر فيه، حسيلو نظفتها باللاجاكس. لاجاكس يعمل لها لقه هكا مزيانه، واللوح هذاك بالذات يحب لاجاكس على حسب ما قال لي الحقيقه النجار اللي عملها لي، قال لي نظفها كان باللاجاكس. حسيلو هاني نسمع في الكلام. المهم كملت لهنا الكويجن نتاعي ورتبتها، ومن بعد باش ندخل عاد نشوفوا القفيفه شنو فيها لليوم، نشوف شنو نحضروا عشانا. حيخليكم معايا وان شاء الله يا ربي الفيديو نتاع اليوم يعجبكم. كملنا القضية متاع الدار وكملنا الكوجينة، حسيلو رتبناها باش كي ندخلو عاد من بعد نطيبو العشاية متاعنا وتبدا الكوجينة كم زينة ومرتوبة. يجيك الكيف في التطيب، هذي كيما العادة والعويد، هي مش باش توفى راهو القضية ايما هذيك. هاو شفنا القفيفة اليوم اش عنا، عنا سكالوب، سكالوب باش مشيت مشرح كيما هكايا زدت طرحتو أكثر، وباش نفوحو حبيت نفوحو من الصباح ومن بعد في العصر هكاكا ندخل نطيب على روحي. هنا عندي سنينة ثومة كهو، هكا سنينة ثومة كي برشتها برشين في وسط السكالوب، وباش نعملو اليوم ملفوف في وسط خضرة هكايا وبالجبن، وباش نعمل هكا وصفة بسيطة وبنينة في نفس الوقت وسهلة ومعروفة هي راهي. أما باش نعطيكم دبارتي شوف شن طيب لليوم. حطيتلو عصرة قارس، وباش نحطلو زيدا فتيتة خل، نقولو هكا مغيرفة، مغيرفة صغيرة مش برشا، والخل اللي عندك بالطبيعة. وباش نحطلو اكيد الملح والفلفل كحال، لازم نفوحوه بالكدا ومتكثروش برشا، كل حاجه منها شويه شويه باش يجي خفيف. احنا نقولو لهنا عملتلو شويه كركم، وباش نحطلو زيدا شويه فلفل كحال. هذيك سيدي فلفل احمر حطيناه شويه شويه. لهنا باش نعملو كيما نقولو بالزيت، باش نحطلو زيدا الزيت. لهنا البنات باش نحط الحبق، غير في حبق كريتو قداش بننها اكل طريف الحبق هذيك، والله بنت الاكله بكلها. وباش نحط له توا زيت زيتونه ولا زيت نباتي اللي عندك موجود في الدار مش مشكل، تخلطها هذيك مليح مليح. وكي تبدا هكا عندك حويجه كيما هكايا تحب تفوحها، فوحها من الصباح. حسيلو من بعد باش ندخل نطيبو ونعملوها للعشاء، وباش نمشي نحضر له عاد خضرته نقولوا احنا. بالنسبه اليوم اش باش نعمل له، هذه خاصه لك الوليدات الصغار اللي ما ياكلوش الخضره، هذه فرصه باش صدقوني مش باش تظهر بكل. عملت سفنيريا وكي بقرع
وروي سبسل اني يعني مثلا بنتي ما تاكلش القرع كليته وتستمتع في الاكله وهي مش فايقه بيه ثم بعد كي تتفرج في الفيديو تو تفيق. المهم عملت سفنيريا وقرع وبصل قليتهم في الزيت لهنا البنات منيش باش نطيبهم باش نسوتيهم احنا نقولوا بشويه ملح هكا وشويه فلفل اكحل وباش نحط لهم زيدا الحبق وسنينه ثوم هكا برشتها اكاهو معناها تسوتيها معناها دوب ليش مش حشتيش بهم يطيبوني نحبهم يطيبوا في وسط السكالوب به وباش نفوحهم اكاهو هنا حطيت شويه ملح وديما تردوا بالكم عدم الملح ما تنسوش ديما حطينا في الملح في السكالوب وفي وسط الحشوه ديما شويه شويه ما نحطوش برشا اكاهو هنا حطيت شويه كركم ونقعد نقلي فيها بشويه بشويه ولازم عادك نغرفت الحبق كيما حطيت في سكالوب حطيت في الخضره الحبق بننها برشا كل معناها الخضره هذيك اكاهو ونمشي نحطها توا في صحيفه وباش نمشي نركح هكا السكالوب نحط لهم هكا الحشوه وبالجبن هكايا بطبيعه والجبن اللي عندك في الدار موجود اكاهو لهنا هذيا بصل وفلفل وطماطم باش نحطهم في الطبق مع السكالوب باش يسيبوا الماء نتاعهم باهي عاد نوريكم كيفاش باش نحضرهم لهنا حطيت الحشوه اللي عملناها بالخضره في وسط السكالوب ومعها جبن اكاهو تحب لهنا البنات تعملوا سبنيخ تعملوا اي حاجه معناها تشتهيوها بطبيعه معروفه هي الاكله هذه وهذه طريقه الخضره ياسر ياسر بنينه راهو مع السكالوب جربوها علاش ليه وفما اللي يحط كسلامي ويحطوا برشا حاجات في وسط السكالوب اما هذه زاده بنينه اكاهو باش نشدها بالكردون تريفوا برا رغم اللي كي تحطها في الفور حتى من غير كردون راهي تتشد اما هنا الاحتياط واجب كاو بعد نصففهم الكل ونحطهم في طبايق عشية خفيفة اليوم وزدت او نعملوا سلايتة سلايتة روز اليوم او شو نعمل لكم هكا وصفة اخرى مزيانة هكا وكملتهم نعملهم ديما على قد العدد نتاعنا وفضل لي الحقيقة سكالوبة هكا واحدة بركة مشيت رحيتها باش نقولكم شو باش نعمل بها لازم واحد كي تجيه القضية هنا يقسمها مش الكل يستعملها نعمل منها وصفة أخرى لهنا وصففتك الخضرة هذيك الطماطم والبصل والفلفل وعملت زوز سنين الثومة وحطيتك السكالوب فوقه واما لهنا البنات كي باش نحطوه في الفور ما حطوش على نار قويه حطوه في الطبق الوسطاني كي نقولوا على 200 درجه ما يسالش اما يتيب سله سله هكا الفوق ويسيبك الطماطم والفلفل الماء نتاعو ويتحل عرفت اما ما نحبوش يابس يعني نقول معناه شايح هنا زيت صبيتك الصوص اللي خلينا فيها سكالوب من الفوق باش يسخن هكا ويذوب ويسيب الماء نتاعو تبدا راويه احنا نقولوا كيف يطيب نزيدو نحطو له جبن هكا من الفوق حتى نوريكم بعد كيفاش باش نحضروه وبنينه وصحه وبشفاء اللي تحب تطيبها بالطبيعه ان شاء الله يا ربي تعجبكم الرسيت سهله كما شفتوه هذه توا كملناها نغطيها حطيتها باك البابي هذيك ما نستغنيش عليه هذوكم القيشيت قارس البنات نحب برشا القارس يعني في الدجاج هذيك البابي هو اللي باش يردها زبده نقوليني يسيب سخانه في مع الماكله الحقيقه وبالحق عجبني برشا خاصه هكا في الروتي وكل المهم توا يا سيدي كيما قلت لكم فضلت لي طريف سكالوب قلت باش نمشي نعمل لكم اليوم عجينه سهله ونعملوا هالبيدا التركيه والا فطيره تركيه ساهلين زيدا نهار الساهل اليوم وقلت خليني نفوحك طريف سكالوب مشيت رحيتها والا تنجموا تقصوها طريفات طريفات وحطيت لها شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كركم ما فيها شيره ما كثرتش برشا فحات اما باش نحط لها الهريس العربي نتاعنا باش تجينا بيدا تركيه على تونسيه لازم ندخلوا حويجه هكا نقولوا احنا تونسي الهريس العربي بنتها كتر في سكالوب
خلطتهاش تو معاها شن زرق لها بعد ريفة كمان مش برشا، خطر سكالوب ما فيش يروح في ساعة ما يطيب. تريف ما سخونة كي تحطوها باش تزيد تشكشك نقولوا احنا. والعجينة عملت عجينة سهلة، حضرتها المرة هذه حضرتها البنات، حبيتش نطول عليكم الفيديو. عجينة سهلة باش نعطيكم المقادير. صبيت لهنا تريف ما سخون وخليتها تشكشك على رويحتها، بعد نحطوها في صحيفة ونعملو العجينة متاعنا سهلة وبنينة بنينة بنينة هكا هاو. هذه توا الحشوة عاونا ناحية القيشة بركة مسكالوب وعملت لي تبارك الله خيرات. بالنسبة للعجينة البنات عندي 500 غرام فارينة، حطيت لهم مغرفة كبيرة متاع ماكلة خميرة خبز اكساشي هذيكا، عليهم مغرفة كبيرة سكر، عليهم ثلاثة مغارف كبار زيت زيتونة، وعجنتها هذه راهو بالحليب الدافي مش بالماء، وحطيت لها عاد مغرفة صغيرة ملح. نكتب لكم مقادير العجينة بإذن الله في صندوق الوصف. باهي أهم حاجة عجنتها بالحليب باش تجيني هشوشة هكا ورطبة أكاو، ما تزيد لها حتى شيء. قرستها كي قريصات صغار، وباش نعملهم على شكل نقولوا كيما البيضة هكاية تبدا مدورة، باش نعملهم كي الفلايكات هكيكا يعملوهم الأتراك فليكة فليكة. اش حملت لهنا البنات زدت شوية كبار، لازم ندخلو حويجة عاد ولا زيتون ولا أي حاجة تشتهيها، المهم هما يعملوها أصلا بالحم المفروم، ما عندناش الحم نعملو سكالوب مالا نحيرو. وباش نحط لهم عاد الجبن، عبنتو بالجبن هو بصراحة تبدل كل شيء وقتها، تزيد تبنن الحشوة. شو مش نعملو لهنا نقرصها هكية من راسها من الغديكة وشوية منها ونلفها كالفلوكة تولي محليه. أنا عمرنا الفليكات باش نعمرهم الكل كيكة بنفس الطريقة، محليهم محليهم وهشوش ورطاب يهبلو جاوني. العجينة تعجنها وتخليها ترتاح، تخمر هي تخمر وانتي خدمها عاني سهلة، والحليب هو اللي باش يهشهشها ويبشبشها. المهم توا نكملهم الكل بنفس الطريقه كيما هكايا، واني نكمل نصور ونمشي نعمل فيديو في التيك توك. حسيلو ما نحكي لكمش، ايديا بالفارينه وك التليفون مشى ولي ايديا بالفارينه والزيت الحمد لله وكاو. حسيلو مغرومه برشا بالتيك توك خاطر صفحتي كبيره في التيك توك، معناها ما شاء الله بي، وعملت برشا فيها فيديوهات ونحبها برشا الحقيقه خاطر عندي برشا متابعين فيها. المهم لهنا دهنتهم بلاص مش بلاص، عملت بيضه كامله حطيت فيها خل ودهنتهم وحطيت لهم جلجل هكا هو، حطيتهم على 180 درجه. لهنا البنات باش نعمل سلطه الرز. سلطه الرز هذه سهله، اما الرز نتاعنا هلا صفرت نوريكم الباك وحسيل. شمشيت عملت سلطه الرز، قلت مره نفور الرز كل مره حاجه، المره هذه قلت خلينا نعمل حاجه سهله، قليت كيكه رويس بسلمى بروش هكا كما شفتوا وسنينه ثوم. حبيت السلايطه نتاعي تبدا بنينه، معناها الرز بنين هكا مش مفور عادي وكاهو، لا حبيت نبنو. حطيت شك سنينه ثوم البنات وباش نقليه دوب الليش معناها شويه بركه، وبعد نصب عليه الرز طول. فما اللي يحط الرز في الماء كل واحد وكيفاه، اي الحقيقه نقليه في الزيت واسهل لي ويجيني مريقل. علاش نحطيه في الماء هو مريقل؟ الرز الاصفر المفور تنوريكم الباك خاطر سالتوني عليه برشا، تاكي متاع الفين ودرا قديش سيت حسيلو. اني راني برشا ناس تسالني هذيك بقدي، راني اني ما نقضيش في الدار. اني جيني لقفيفه واني نطيب اكاو، لا نعرفش حتى سويب. يبداو يسالوا فيا ساعات البنات هذيك بقديش شريتها الماكينه هيك، بقى ما نشريش الله غالب الحمد لله يا ربي، معني من نمشيش نقضي ساعات هكا، ساعات نحير في خبيزه ولا ساعات في حكه طماطم انا نخرج نقضي ساعات مش ديما. لهنا باش فوحتو البنات بشويه ملح وشويه فلفل اكحل وشويه كركم باش يجيني زيد اصفر هكا هو، وباش نحط له راهو معني هذه اني نحطها هو البسباس، راني نحط البسباس. ما نعرفش علاش نحط له خاطر مره ذقته في ريستوران، مره حسيت فما حاجه مشيت نسال في الشيف قلت له اش حطيت له الروز توا قل لي، قال لي حطيت له بسباس، عجبتني نكهة البسباس في الروز مشيت وليت ديما نحطها، عجبت معني سيب نكهة على محله. وبطبيعة هذه حاجة اختيارية معني تجمت ما تحطش،
حطيتك هكا كحفينة هكا صغيرة بدايتي كمن هكا ورميتها. كي بعد كيف يتصب عليه الماء وكل يولي يسيب بكا ريحة بنينة هكا. هاو باش نصب له توا قياسك اللي صبيته اني روز مرة ونص ماء، يعني حاجة معروفة ذي وسهلة. المهم يعلى الماء على الروز سنتي، واحد سنتيمتر بالقياس. ها لهني باش نصب مريرة بك القمصة. أنا ديما نقمر قداش صبيت روز، صبيتش كويس، صب كيس ونص ماء باش نزيد توا نصف الكمية من الماء أكاو. هانا سهل وبسيط به. لهنا دوبة ما يقوم الغلوة، هو يعمل بق 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 وانتي نقص على النار. ديما نحط تغطية بعد نصف ساعة بالمونجيلة. أنا دوبة مجنبيته بقت كيما هكا، نمشي توا نقص على النار، نار هادية يلزمها تكون. بعد نصف ساعة بالمونجيلة تلقى كل كعبة وحدها، لا تمس ولا تدور بيه، خليه توا ذيك على الشيرة. باش نوريكم باكو الروز نتاعنا نتاع تونس تونس الخضراء، هذاك باكونا اللي موجود اللي نستعمل فيه. فما فمك البنيتك الروز البسمتي هذيك عنا في ريتو في كارفور مرة، والله فيه وحيشره زيد هذيك. وباش نعمل لها عاد السلطة نتاعنا، سلطة الفقوس ولا الخيار يقولوا لهم في بلدان أخرى، طماطم وفلفل وبصل وكهو، سهلة ومعروفة مش صعيبة. فما اللي يزيد العبيدية، فما اللي يزيد برشا حاجات. حسيلو في سلطة الروز شخشخة باللي تحب انتي، حتي ترويس بصل وقصيدة كيبة طماطم وفلفل هكاهو. هذيك قرين فلفل على هو اللي يفوح وكاهو. مانيش باش نفوحها برشا ذيك الروز، خاطر الروز نفوح حاضر باش حاجه بركه. باش نزيدو كان فتيتة زيت زيتونه البنات باش تبدا هكا نكهه الزيت وحدها. وباش نخلطها ونحطها في الشقاله ونزينها فيها شيء هكاهو. حتي تريفتن ونسيت ما حطيتش العظم، نسيتو ما اني ذي قريب نبدا نجري وقتها. لو مني عادني نصور ونطيب راه ماله، والله العظيم الحمد لله. نبدا نفكر فيكم البنات يقولوا يبداو يستناو في دبارت غدوه. ربي يفضلكم ويحفظكم الناس الكل، محليكم محليكم احلى كلامكم. لهناك الطريف سكالوب طابت، باش تزدتها بعد ما طابت رميت عليها رشيت عليها شويه جبن باش يزيد يذوب عليها كامل فوق، ومحليها كالصوص اللي عجنا بيت هي اللي فوحتها بنينة بنينة كيف يسيب الماء متاعو هكا. ومدينا الطبق اللي ديما نحط فيه هذاك هو وباش نزين عادك السكالو في الصحين وكا. انا عشية اللهم صلي على النبي، ربي يبارك ويزيد فيها. تريف سكالو قسمناها بين زوج حاجات الحمد لله يا ربي. تعشيو ملك الحمد يا ربي، يفضل عاد بطبيعة للسحور الحقيقة هيك الكل، ويفضل ريت يعني يكلوا بالعين الأكثرية. أماني خطر في السحور كما قلت لكم ديما نعاود لكم يكلوا مالح يعاودوا يسخنوا ويكلوا على رويحه هيك. علاش تصبح في الصباح الكوجينة ما نحكي لكمش، الله غالب ما يدوم شيء. هنا رشيت شوية بركة معدنوس للزينة زيدا ويبنن المعدنوس، هز هذاك نحطوه تو فوق الطويلة على روحه هكا هو. ومشي وعد نشوفو كالبيدا التركية اللي حضرناها عاد كيفاش جات تشرها تشرها. هي البنات جربوها حتى هكا في السهرية تمدوها بنينة بنينة، عجبتني الحقيقة كحشوة السكالوب جات تشرها زيدا. هي جية باللحم المفروم يا بالدجاج يا بالسكالوب، ما تجيش بالتن هكا يعني من راهي ما تعجبنيش الحقيقه. هي عزه هكا تجي وزينتهم هكا في الصحن ومحليهم محليهم كهو. هنا عشيتي حضرت خيرت ما شاء الله، قوليني وربي يبارك ويزيد في النعم. انا خيرت هكا ويزي فضل فضل نقولوا واحد. وحطينا عشيتنا طيبنا اليوم الحقيقه شربت عدس شربة تركية عملتها معاكم هكا في فيديوهات سابقة بنينة ويحبوها برشا أولادي الحقيقة وزادة سهلة. وهكا ساعات نحرحرها شوية بهريسة عربي لازم ندخلو فيها كلمسة متاعنا التونسية. وهذه عشيتنا اليوم عشية خفيفة الحقيقة وبنينة برشا
هكا طريف سكالوب نجمو نعملو منها برشا حاجات، كيما هكا سكالوب والله جاي شره هي شره بك طريف الخضرة. وكسليت تروز وعملنا عاد شويه بطاطا مقليه، حتى لازم المقلي والمضر بالصحه لازم يكون موجود هكا مديمهم صايمين وكل هكا نعمل لهم شهيويهم كيما نقولوا احنا. وكل بيده تركيه زيد قسمتها، حبيت نوريه لكم رطبه رطبه كالعجينه، حسيلو جربوها وربي يبارك ويزيد في النعمه. وهكا كيما ديما ننصحكم وديما ديما نوصيكم، سبحوا على ماكلتكم، سبحوا هكا كي تجيكم القضيه باركوا فيها يا ربي، يقول ربي يبارك لي في رزقي وربي يبارك لكم هكا في كل شيء، وربي يهنيكم الناس الكل، تزيدكم البركه ويزيدكم الخير ان شاء الله يا رب العالمين. كهوا كملت تاني الحقيقه لاني نقعد نركح الكويستي وهما يلموا الطاوله ويغسلوا الماعون، واني نعمل قهيوتي ونحضر للسهريه نقولوا احنا. واليوم الحقيقه الوالده ربي يحفظها ويفضلها بعثت لي فتيته بشكوتو، البشكوتو نتاعنا التونسي. قلت لها علاش ما جيتش صورتك؟ قالت لي لا عملناه في فيديو سابق خاطر عملته هي قبل، لذلك زيد اني معناها نعطيكم الرسيت مرة اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نحط لكم الوصفة في صندوق الوصف، البشكوت التونسي متاع الوالدة بالحق بشكوت زمني وبنين بنين بنين برشا. البشكوت متاع عمي معها قهوة عربي، القهوة العربي تاعي بالقطيرة الزهر هذيك اللي تخليني سهرة بالكدا باش نجم نعمل معكم هكا المونتاج بتاع الفيديو. لهنا نوصل البنات لنهاية الفيديو متاعنا لليوم، نقولكم يا ربي يحفظكم الناس الكل من كل شر، وربي يسعدكم ويفرح قلوبكم كما قاعدين تفرحوا فيا بكلامكم العسل. بارك الله فيكم على تشجيعكم ليا، وربي يحميكم الناس الكل. نقولكم توا ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ايام. بسلامه الناس الكل، وباي باي باي باي، سلامه.